ما هو الفرق بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة؟ إن من عظم أهمية الصلاة في الإسلام أن الشريعة فاضلت بين أدائها بشكل فردي وبين أدائها في جماعة، فجعلت أدائها في جماعة أفضل بكثير من أدائها بشكل منفرد، ورتبت على ذلك الأجر والفضل العظيم، وفيما يأتي تفضيل لأهمية صلاة الجماعة وفضلها على صلاة الفرد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في الأجر والثواب عند الله عز وجل، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، مما يدل على تضعيف الثواب للمصلي في جماعة بهذه الدرجات والأوصاف المذكورة. إن الحرص على أداء الصلاة في جماعة والمشي لها يؤدي لتكفير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات عند الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أعد الله تعالى الدرجات العليا من الجنة لمن يحرص على صلاة الجماعة ويواظب على الذهاب للمساجد وشهود الجماعات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا على الحديث: إن من خرج إلى المسجد للصلاة فإنه زائر لله تعالى، والله يعد له نزلا من المسجد كما انطلق إلى المسجد سواء كان في أول النهار أو في آخره. يؤمن الله تعالى لمن يحرص على الجماعة، وتحديدا من يدرك التكبيرة الأولى من عمل المنافق في الدنيا ومن عقابه في الآخرة، فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وحال الحريص على الجماعة هو خلافهم. تعظيم الله تعالى لفضل الجماعة والتبكير لها والمحافظة على الصف الأول والذي يخسره من يؤدي صلاته بشكل منفرد. تعمل صلاة الجماعة على تواصل وتعارف الناس لبعضهم البعض وزيادة العلاقات فيما بينهم، مما ينتج عنه التواد بين المسلمين. في صلاة الجماعة إظهار لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة، فلو صلى الناس كلهم في بيوتهم ما عرفت الصلاة ولا انتشرت. تحقق صلاة الجماعة العزة للمسلمين والإغاظة للكفار المنافقين، وذلك من خلال مشهد دخول جموع المصلين للمساجد ثم خروجهم جميعا. تعلم صلاة الجماعة الجهلاء وترشدهم لتعلم أحكام الصلاة وأدائها بالشكل الصحيح. تعود صلاة الجماعة الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرقة، وتجعلهم يستشعرون الوقوف في صف الجهاد والاستعداد لذلك وعدم التقدم أو التأخر عنه. تضبط صلاة الجماعة نفس المسلم وتربيته على المحافظة على الأوقات، وذلك من خلال متابعته لوقت الأذان ومتابعته كذلك للإمام أثناء الصلاة. تزيد صلاة الجماعة من نشاط المسلم، فعندما يشاهد أهل العبادة ويجتمع معهم فإن ذلك سيؤدي إلى تحفيزه في الطاعة. تعمل صلاة الجماعة على تحطيم الفوارق الاجتماعية وتشعر المسلمين بالمساواة فيما بينهم، فالكل مجتمع في المسجد وواقف في صفوف المصلين دون تفريق بين غني وفقير أو حاكم ومحكوم أو صغير وكبير. تقوي صلاة الجماعة من الروابط الاجتماعية بين المسلمين، فعند اجتماعهم بشكل دائم في المسجد فإنهم يتعرفون إلى بعضهم ويحرصون على تفقد أحوالهم، فيعينون الفقير ويزورون المريض وينصحون العاصي ويتواصون فيما بينهم بالحق وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.